موجز الأخبار على الحياة فام. الرابعة مساء هنا من الحياة فام، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. إثر عمل استعلاماتي من قبل خلية استعلامات فصيل حرس الديواني بالمنستير، تم ليلة البارحة ضبط حافلة في إطار رحلة منظمة قادمة من بنقردان بطريق سيارة أسفاق السوسة على مستوى مدخل ولاية المهدية، محملة بكمية كبيرة من الفواكه الجافة ومواد التجميل والملابس الجاهزة والسجائر، وذلك وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل حياة فام بالمنستير. وأوضح المصدر ذاته أنه تم اقتياد الحافلة لمقر الفرقة بمدينة المنستير وتعداد البضائع ذات الصبغة التجارية وحجزها، حيث بلغت القيمة الجملية للمحجوزة 120,000 دينار. وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تحول وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي إلى العاصمة الليبية طرابلس للمشاركة في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب الذي ينعقد اليوم الأحد، وذلك بدعوة من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلة المنقوشة رئيسة الدورة 158 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وسيتناول الاجتماع بالبحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية والسبل الكفيلة بمواجهة تداعياتها على الدول العربية وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية. وكان عثمان الجرندي قد أجرى لدى وصوله إلى طرابلس لقاء مع نظيرته الليبية، استعرض خلالها العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الثنائي التونسي الليبي، وأكد على ضرورة متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات خلال الزيارات واللقاءات السابقة. قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بقاع التصرف في الأزمات بفرقة الحماية المدنية بعين دراهم من ولاية جندوبة اليوم الأحد 22 من جانفي الجاري مواصلة تعليق الدروس بكامل معتمدية عين دراهم إلى حين إشعار آخر. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بطرح مبادرات ملزمة للجانب المحتل من شأنها وقف جميع إجراءات الاحتلال الصهيوني وحادية الجانب وغير القانونية وتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعداد الأفق السياسي لحل الصراع. وأدانت الوزارة في بيان لها انتهاكات السلطات الاحتلال الصهيوني وقواتها والمستوطنين وعناصرهم المسلحة والمتواصلة بحق الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في حرب صهيونية رسمية مفتوحة على شعبنا عامة. نهاية العرض الإخباري الموجز قدمه لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع عبدالله الحطاب وبقية الفريق في استاد الحياة. إلى اللقاء.